يا هلا فيكم، يلا تحييهم. هذا مثل من الأمثال، وهو من الأمثال اللي جرت على ألسن الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، علينا وعلى من يسمع. وهذا المثل هو: يا الله اقلعها عنا لو حذفت حصات. هذا المثل طبعا تراه معروف عند العامة، وقصته أن في رجال له ولد وبنت، وقدر الله وماتت البنت الله يرحمها برحمته ووالدينا وجميع المسلمين. وقام الأبو وولده يحفرون القبر حتى يدفنون هالبنية، ومن العصر لين المغرب يعجزوا يحفرون شيء، لأن الأرض صلبة ولا يدرون وش سبب صلابة الأرض، لأنهم يحفرون القبر في أرض هشة لينة رطبة، وكأنهم يحفرون على الصفا. وأمس الليل وهم ما سووا شيء، فصابهم الإرهاق والتعب مع الحزن، وجلس كل واحد لحاله حاط يدينه على عيونه من التعب، ولا أفزعهم إلا هذاك الصوت، صوت رجل غليظ يقول: يا الله اقلعها عنا لو حذفت حصات. قام الأبو مفزوع وخذ له حصات وحذفها، ويوم طاحت في الأرض قال الأبو لولده: تعال يا وليدي نحفر هناك عند مطيح الحصات. وفعلا حفروا القبر وتيسرت أمورهم، وهم قبل كانوا يحفرون فوق بيت جني، بغوا يشقون السطح على هالجني. سموا بالله الرحمن الرحيم واذكروا ربكم وصلوا على نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتهت قصتنا، وسلامة تسلمكم وبحفظ الله.